المهم السعي، السعي له علاقة بالقصة اللي بتعرفوها، موضوع هاجر عليه السلام. تعرفوا لما ابنها إسماعيل عليه السلام كان طفل وعطش وخافت عليه من الموت، وبدأ عليه علامات أن وضعه صعب، فصارت هالأم المتلهفة. بتعرفوا احنا قلنا أنه الصفا والمروة كانوا هون في جبل، وفي آخره في نتوء جبلي اللي هو الصفا، وجبل آخر في آخره نتوء صخري، صخري برضو قلنا صفا والمروة، وإنه بينهن ما يقرب من 400 متر. 400 متر مش قليلة، فهي كانت كأنها بتسعى بتركض يعني، أو جادة خايفة على ابنها تذهب للصفا وتنظر لعلها تجد أحد. تقولي لي كيف تنظر؟ ما هي طبيعة، كيف كانت الطبيعة وقتها مش مثل اليوم. اليوم تغير كثير، وجبال زالت وتفاصيل، وطبعا مك ما هي الكعبة واد، واد هو زي ما قلنا الصفا قريب 130 متر على الكعبة، المروة أكثر من 300 متر بعيد عن الكعبة، لأنه رايح هيك هيك رايح مش طيب تروح على المروة تنظر. إذن لاحظوا، هي كانت خايفة، خايفة على ابنها، وفي نفس الوقت ترجو أن تجد من يعين، تبحث لعلها تشوف. طبعا تقدرش تبعد كثير، خايفة على ابنها. وزمزم هو مش بعيد عن الصفا، مش هيك؟ زمزم مش بعيد عن الصفا، محل ما كان واضعة رضيعها اللي هو إسماعيل عليه السلام. الآن لاحظوا في قانون، في قانون الآن، وإن كنا تحدثنا من سنين طويلة في الموضوع، بس إحنا مضطرين اليوم نتكلم برضو، لأنه مش كثير من الناس بجوز ما كانتش والدة لما تحدثنا في الموضوع من الشباب. قلنا هذا قانون اللي الآن طلب منا إنه شعيرة من الشعائر، وإحنا قلنا هو شعار لابد أن يرمز إلى ما وراءه، وعلى المسلمين دائما يأخذوا هذه الشعارات الموجودة في الحج ويشوفوا القوانين، القوانين اللي بتمشي عليها المجتمعات البشرية شاءت أم أبت، ويجب أن تمشي عليها. تمام، نشوف هون، هون موضوع التردد بين الخوف والرجاء. هذا القانون، دققوا معي الآن، التردد بين الخوف والرجاء. نشوف واقع البشر، لو جيت سألت سؤال كل يوم الصبح الناس بقوموا من النوم، النوم الجميل والتفاصيل من الصباح الباكر، سواء كانت برد ولا كانت شوب ولا إيش ما تكون، بتركوا منازلهم وبسعوا للرزق. ليش؟ ليش هذا؟ لاحظوا، خوف الفقر رجاء الغنى. إذن شو اللي بيحرك الناس؟ وجود، لاحظوا، خوف الفقر رجاء الغنى. طب ما في منهم إذا ما خافش الفقر لأنه في ضمانات كاملة ما بتحركش، شو جابره يقوم يعني من ويشتغل ويكد 6 7 8 10 ساعات 20 ساعة مرات اللي بيروحوا برا ها بكد وتعب ليش لو انه هو مش خايف من الفقر؟ طيب لو كان يائس من انه يكسب برضه بتحركش، لازم يكون يخاف الفقر يرجو الغنى اذا تحرك. هذا اذا بتلاحظوا كل سعي البشر بنفس الطريقة، ولذلك